السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكل وتطبيقات النمو السكاني، الحصة الأولى والحصة الثانية طبعا. إذن على بركة الله، إذن هذا هو النص. أقرأ النص قراءة صامتة. إذن أنقل ما سطر تحته وأضبطه بالشكل التام. إذن نشوف النص عندنا: والعمل والخدمات في جميع أنحاء العالم خاصة الجزء الجنوبية. هذيك الجنوبية راه عاوناتك باش تقول الجزء، لأنك الجنوبية نعت، فهمت، ديال الجزء، نعم، ونخص بالذكر الجزء. إذا كلمة أخرى: التزايد. رأي فإن هذا، هذيك أن تعرفوها، سلموا عليها، هذيك ناسخ حرفي خاص يدخل على جملة اسمية، هذيك هذا هو اسم أن منصوب. والتزايد إن هذا، هذيك بعد اسم إشارة كنعربوه إما نعت إما بدل، وهنا راه جاء بدل، بدل بدل، هذا هو التزايد، والتزايد هو هذا، نعم. نمشيو للجملة. إذا إن النسبة الكبيرة من السكان تستقر في النصف الشمالي من الأرض. هذه يعني سالب. إذا وكل هذا يجعل العالم مفعول به، العالم أمام، هذه ظرف يعني وتحديات مضاف إليه يعني مجرورة، وهي كبيرة النعت ديال التحديات اللي هي مجرورة غتبع التحديات في الجر، أمام تحديات كبيرة. صافي مزيان، يلا كملوا. أضع شبكة مفردات كلمة زراعة. إذا زراعة، فلاح، أرض، سقي، حبوب، محصول، هذه بعض المفردات التي على علاقة بالزراعة، نعم. أقترح عنوانا آخر، نقول مثلا النمو الديموغرافي، النمو الديموغرافي، التزايد الديموغرافي، التزايد السكاني، نعم. أنقل الأمن الغذاء يكيد من أحسن هذا اللي قلنا. إذا نمشيو لحاجة أخرى: استخرج من النص فكرة محورية. إذا الفكرة هي ارتفاع الطلب على الماء والغذاء نتيجة التزايد السكاني الكبير خاصة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية، مما يجعل العالم يقف أمام تحديات كبيرة. مهم، ممكن تكتب جملة أخرى أنت أو فكرة أخرى. استخرج من النص جملة مؤكدة بحرف من الحروف. إذا الحروف تأكيد معروفة. إذا مثلا إن تزايد النمو السكاني في العالم يؤدي إلى ارتفاع الطلب. هذه جملة مؤكدة بإن، بحرف مؤكدة بحرف، نعم. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا الحصة الأولى، لنمر إلى الحصة الثانية. إذن أعرب هذه الكلمات حسب موقعها في النص طبعا. إذن شحا، فين هي في النص؟ هي الجنوبية من الكرة الأرضية، من الكرة الأرضية التي يعرف شحا، يعرف شحا بحال بلا قلنا يجعل العالم. إذن شحا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة. إذن ماذا يعرف؟ يعرف شحا. يؤدي ما كاينش شي حاجه اخرى غير يؤدي اللي في السطر الاول. اذا الناس اللي عندهم النقاط. المهم، فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الياء، والمانع، ماشي والمان، والمانع من ظهورها الاستثقال، يعني تجي ثقيله نقولوا يؤدي، مانعها المانع من ظهورها الاستثقال. ممكن كي كبر خضراش يكون مانع من ظهورها، ماشي هنا، في حاله اخرى نقولوا مانع من ظهورها التعذر. مهم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية خبر إن. لاحظتوا أن الجملة بادية بإن،
ان تزايد، داك ان هذيك تزايد اسم انه فين هو الخبر؟ راه هو اللي كيؤدي. جمله فعليه، جمله فعليه، هو الجمله الفعليه خبر ان. الجمله الفعليه انا قلت خبر ان، بغيتش كما نقول الجمله الفعليه في محل رفع خبر ان. صافي مزيان. اذا المطاريه نعت تابع لمنعوته في الكينة بعدا نقلبوا على اي درب في التساقطات. المطاريه نعت تابع للتساقطات في جره. نمشيو دابا ان تزايد النمو، هادي راه عرفنا دابا هاد ان كلا قلنا ان حرف ناسخ حرفي، تزايد اسمها اسم ان منصوب وعلامة نصبه فتح الضارع وهو مضاف النموي مضاف اليه مجرور على مجرور الكسرة. السكاني نعت تابع للمنعوته في جره، والكمالة ديالها ديال الناسخ حرفي راه هو خبره هو ديك الجملة اللي قلنا يؤدي، يؤدي. صافي مزيان مزيان. إذا أضع مكان الفراغ الحال المطلوبة وأعربه، إذا قرأت وأعربه نعربه، نقول هو معروف بالراس واش نعربه، نقول قرأت النص مستمتعا، مستمتعا الحال المنصوبة، هذا هو إعرابه الحال المنصوبة. سمعت الأستاذة، هاد بغاو هما جملة فعلية، شتو بغاو جملة فعلية، نقولو يشرح الدرس. إذا يشرح بغيت نعربو نقولو يشرح فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والفاعل نقول عاود نعاود اسمع، نقولو يشرح فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الدرس مفعول به، والجملة يشرح الدرس الجملة الفعلية في محل نصب حال، في محل نصب حال، والجملة الحالية في محل نصب حال. أكمل الجملة بخبر مناسب. إن ما فهمتش أنا والله، ما فهمتش علاش مزال. إن تزايد النمو السكاني بحال هذه اللي قلنا كبير غنديروه مفرد، أو نقولوا مثلا يهدد الأمن الغذائي نديروه هنا، على قلنا خبر درناها مفرد، دابا درنا خبر جملة فعلية. عزل اللي بغيتي هادي ولا هادي اللي حبيتي. اذا استخرج من النص جمع تكسير، جمع تكسير لقينا مثلا السكان ساكن سكان ارض اراضي ناحية انحاء، وجمع الناس عندنا خدمات تحديات تساقطات. يا مزيان مزيان. نمشيو هنا اكتب جمع الكلمات الاتية: ماء مياه، غذاء اغذية، مطر امطار. اكمل بكتابة همزة مناسبة مكانه. الى لاحظوا معايا هذه همزة متوسطة، الهمزة المتوسطة كنشوفوا الهمزة كي دايرة، يعني هل هي مكسورة او مرفوعة أو مفتوحة، وقبلها إذن هي مكسورة، والكسرة أقوى من الضمة، إذن يناسبها الياء. نقول سئيلة، ياك هي سئيلة، سئيلة نعم. برء هنا همزة متطرفة، ما كنشوفوش الهمزة واش منصوبة، ولكن لا كنشوفو الحرف اللي قبلها، الحركة اللي قبل منها، أش كاين هنا؟ سكون، والسكون يناسبه السطر، نقول برء. صافي رئيس، نشوفو كي دايره الهمزه، الهمزه مكسوره وقبلها فتحه، اذا الكسره اقوى من الفتحه تناسبها الياء بحال هذه. الان رؤوس، هي راه رؤوس، المهم تلا رؤوس غتكتب بحال بحال، المهم رؤوس، اذا هي مضمومه وقبلها فتحه او قبلها ضمه على حسب، المهم دابا حيت انا كنقول رؤوس بجوج في جميع الحالات غتكتب على الواو، مفهوم؟ إذا شوفوا هاد الأجوبة، وقالت لنا حاجة وحدة هي صلوا على رسول الله،